وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، معنا عبر الهاتف من بغداد السيد باسم جميل انطوان الخبير الاقتصادي. مرحبا بك أستاذ باسم. هناك حديث إذن عن أكثر من 22 مليار دولار مهربة من أموال العراق، هذا ما سرب. إذن ما حجم الفساد في العراق؟ تحياتي لكم ولمشاهدي قناة رافدة الفضائية. وحياك الله. يعني فساد كبير في العراق، وأستاذ رئيس الوزراء أشار إلى ذلك وعلى الانتهاء من التحرير العراق من قوى الإرهاب داعشي، واعتبر الفساد هو الإرهاب الداخلي، وتعهد بمحاربة هذا الفساد الذي استنزف مبالغ كبيرة من أموال العراق لحساب عملية التنمية بمختلف قطاعاته: الصحة، التعليم، الصناعة، الزراعة. وأخذ أشكال كثيرة هذا الفساد، منها أن إتيان أناس إلى وظائف غير كفؤي، تعيينات غير مطابقة للمواصفات، اللجان الاقتصادية الموجودة في بعض الوزارات، كل عمليات فساد وابتزاز. نعم. هذه تقودنت هذه بعض أساليب الفساد. نعم. واحتبت داخل عزيزة الدولة، وتحتاج إلى خطة واسعة كبيرة مع أدوات تنفيذ. يعني لا يمكن أن يكون نفسهم من نشروا الفساد وكانوا الفاسدين. نعم. أن يأتون الآن ليحاربوا الفساد، كلا. سيد باسم، حتى أشكال الفساد تنوعت، يعني مثلا النائب جواد الغزالي تحدث عن سندات أراض زورت وبيعت وهي أصلا ملك للدولة، بيعت للمواطنين. هل هذه الجرائم تمرر برأيك بسبب قصور في الإجراءات أم في القانون أم ماذا؟ لا، يعني طبعا الإجراءات والقانون قصد منها الفاسدين تغلبوا في الدولة. واليوم عندما يقدم قوات سيد رئيس الوزراء لأسباب معينة كانت في مواقف مستقلة من الدولة، تعرف كيف تنظم فسادها تحت وتتخذ إجراءات وقائية. يعني هناك هيئة النزاهة تعمل بقوانين وأنظمة، لكن هناك هيئة الفساد التي تشتغل بدون قوانين، بدون نظام، بدون خوف أو ترسل، وتمتلك إمكانيات أكبر. يعني هيئة النزاهة تعمل بمتوالية عددية، وهيئة الفساد تشتغل بمتوالية هندسية. نعم، شكرا جزيلا لك من بغداد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان.